غنزرو فيهم. هدري وعليكم السلام اولدي. اولدي اولدي هذا دونتيس رحنا كنا على المباشر معكم نهار الاثنين وراكو صورتونا وحكينا لكم بالاضرار ديالنا ودرك كل هذه السبعه ديال المرات وحنا كنصونيو للبوليس يجيو يخرجوا من يجيو نسمونا دايرين هذه المظاهره هكا ويديونا جوج ثلاث مرات وما يديونا للقايد وبعد المرات يخرجوا الخدامه كل مره يخرجوا الخدامه يقولوا لنا غادي نديروا لكم حل وحنا حتى حل ما وصلنا به ودوك الخدامه راهم لداخل حنا ما نتحركوش منا بغينا الصوت ديالنا يوصل للوالي بغينا الصوت ديالنا يوصل للباشا حنا بغينا الباشا انا حنا رحنا معنيين الرايه الحمراء انا با مات على الرايه الحمراء بنت الرايه الحمراء وبا ناضل في الرايه الحمراء الا ما كانش عندي حق ارميوني للحدود انا راني ناشد بصوت سيدنا انا بغيت الصوت ديالي يوصل لسيدنا وبا كافح وجاهد انا بغيت الصوت ديالي تسمع في هاد البلاد عندي غير 6 تنبيط وفاتحه دايره عمليه ودرك انا في السبيطار وجاي يركب ودرك راني غادي نمشي ندير التربيط وجاي يركب لا حول ولا قوه الا بالله وكيدير القايد التليفون وكيجيو البوليس يهضر معاهم لداخل وكيخرجوا الخدامه. شنو الاجراءات اللي درتو؟ حنا درنا عريضه وراها واصله الوالي والوالي ها العريضه فيها 33 واحد ومسجله كاع الجيران راهم فيها واش 33 واحد ما عندهمش الحق في هذه البلاد واحد يديرها على 33 واحد وما كيباليش لا بالسلطات لا بالقايد لا بالوالي لا بتمشي واحد تمشي واحد لو كان يبالي من المره الاولى يحشم المره الاولى الزوجه الثالثه جانا في الليل جانا في الفجر جانا في 11 ديال الصباح جا القايد معاه باش يركبه ما عندوش تسريح عندنا جوج ريزويات وما عندوش تسريح وهذا الثالث ما عندوش تسريح ودرك كان ناشدو بصوت الجيران هاد الجيران فين عندهم يمشيو حنا رحنا مضرورين انا مريضه لا انسولين وهشاشه العظام يلا درت في 25 يلا خرج من السبيطار الدواء ما راهش يقبض بالريزو الدواء ما كيقبضليش بالريزو ما عنديش المناعه الدواء راه يخسر في لجن نقادي وجدة في لجن نقادي كيصيبوا غير هاد الزنقة ديالي هما كيجيو البوليس كيخرجوا الخدامة ويديونا عند القايد والقايد ما دارش خدمته كيسكتنا يقولنا واه ما غاديش يركب وكل مرة نفس المشكل كل مرة يجيو يديروا حديدة اليوم جاو يركبوا اللمبات يعني صافي الفينال تالي الخدمة التالية جاو يديروها اليوم ايوا من يطلقوا الريزو فين غادي نمشيو حنايا حنا ما عندناش فين نمشيو بديورنا دوك نمشيو حنا بديورنا ودوك غادي نمشيو حنا قليلين ضعافة حنا قليلين هادي هجرت دارها هادي هجرت دارها ها هي هجرت دارها ما راهاش في دارها واه ولدي واه هجرت من داري انا مانيش في الدار على حساب هذاك الريزو اللي راهم دايرينها لي فوق الدار ديالي دوك ما عندناش فين نمشيو دوك واش بغاو يهجرونا من ديورنا ولا حنا ما قديناش لهذا الشيء اين نشكيو وما ثلاثه تاع الريزويات نفس الدرب حنا كنديروا للبوليس تليفون وكيجيو يديو الخدامه عند القايد والقايد ما دارش خدمته كيطلق الخدامه وكيخلي داك الشيء اللي بناو كل مره يبنيو حديده كل مره يبنيو حديده حنا درك ما يخرجوش هاد الخدامه حنا بغينا الباشا وبغينا الولايه تتدخل هاد الخدامة ما يخرجوش حتى يديو حدا يدهم أنا هنا راني قاعدة هنا راني قاعدة بنت مقاوم ونستعرف بمحمد السادس ومحمد الخامس عاش الملك والدي يخدموا معاه الحسن الثاني عاش الملك عاش الملك عاش محمد السادس عاش محمد السادس محمد السادس رحنا محقورين في بلادك رحنا محقورين رحنا محقورين محمد السادس والدينا خدموا مع محمد الخامس ومع الحسن
الله يعطيه الرصاص الحامي. حنا معاك وحنا في الصحراء وحنا في اي حاجه قلتها. حنا معاك يا محمد السادس بصح احنا ناشدوا بالرايه الحمراء بالرايه الحمراء وبعد الرايه الحمراء. رانا كارت انا بنت مقاوم خدم بابا محمد الخامس وعندي الكتاب ديال محمد الخامس والحسن الثاني ودوك الصوت ديالي بغيتو يوصل للمسؤولين. بغيت الصوت ديالي يوصل للمسؤولين. هذا راه دار الهضره ديال السلطات بالحرض العائد. ما كانش اللي راه يجي البوليس ويخرجوا الخدامه ويخليو داك الشيء اللي مبني. حنا بغينا داك الشيء اللي مبني يهدموه. دوك جايين يركبوا اللمبات ما عندوش الرخصه. درنا شكايه في الولايه. هيا مسجله ارا هيا مسجله. ها هي الولايه عندها الخبر. الولايه ها هي مسجله الشكايه ديالنا في الولايه. وها هي العريضه. ها هي العريضه. صوري له قربي له يتصور. درنا العريضه. حنا ولاد قانون وخدمنا معاه القانون. دوك هذا داير قانون الغابه. قانون الغابه داير قانون الغابه. حنا ما رحناش في غابه. حنا رحنا الحمد لله بلاد القانون. هذا دوك ما راهش يخدم القانون. ما مخدمش معنا القانون. وحتى القايد ما دارش خدمته. واخا وصلتو العريضه ما دارش القايد خدمته. لو كان دار خدمته ما يجيش يركب. هادي دوك استاد المرض هادي السابعه. واش حنا البوليس يخدموا غير معانا؟ فوقهم ما يجيو. يخرجوا الخدامه يقولنا مشيو للقايد غادي يريد. والقايد غمسلو قدامي وقدام جاري وقدام الكوميسير ديال المقاطعه السابعه. واه السلام عليكم. قال اللي قالته الاخت هو هذاك. هذاك الشيء اللي كاين غمز القايد. اللي قالته الاخت داك الشيء اللي كاين مشينا عند القايد مرارا وتكرارا. مشينا عنده كيهضر معنا كي من هكا ولكن يولي يتغمز هو وياه يدير الخدمه من جديد. يعاود يولي يطلع عاود يولي يطلع. حنا عيينا من هالقايد. هالقايد ما نمشيوش عنده. حنا القايد هذا اللي كنمشيو عنده وما يديرش الخدمه نتاعو. علاش نمشي عنده نوليو عنده؟ ما نمشيوش عنده. لا السلطات حتى البوليس كانوا تما. واش البوليس ما يقدرش يدير شي حاجه؟ حنا اللي بغينا نديروه هو هذاك الريزو يهود. راه قريب ما يكمل. حنا راه حنا فوقاش حنا ناضلوا على هذا الريزو من هاللي كان عاد في الارض. من هاللي كان عاد في الارض وحنا ناضلوا على هذا الريزو. واليوم راه طلع واش باقي له؟ ويقول لك لا 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 واش ما هو لا 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 راه طلع ما باقي والو. ايوا غادي يجري. فين راه القايد؟ فين راه هذا القايد هذا؟ خاص يكون هنا القايد ويجي يدق عليه يقول له شوف اسيدي هود كاع داك الشيء. القانون هو هذا. ما عندوش رخصه. ما عندوش رخصه بتاتا. قال لك المحكمه غادي تجيب له. هو راه يطلع قبل المحكمه قبل ما تخرج القرار ولا تخرج الحكم. دايرين بشكايه. هو راه درنا حنا في الولايه التاجئوا الجيران. اربعه ديال الجيران التاجئوا للقضاء وباقي المحكمه ما حكمتش. كاين واحد القرد وخوه وهذا جلو اللي الجار اللي لاصق فيه. واه هادو جيرانو اربعه ديال جيرانو التاجئوا للقضاء في سيدنا رمضان وراه باقي القضاء ما دارش الكلمه ديالو. وحنا دوك من شفناه يركب ولينا جينا وجبنا البوليس دخلت المحكمه وكيجي يركب وداخل المحكمه. وحنا وداخل المحكمه وجاب عون قضائي باش يركب وقلنا له لا عندك شي حكم جيبه لنا وريه لنا. عون قضائي فوضى غير قانوني. واش خارج وهذا عون قضائي؟ لا هذا مشى هذاك النهار. حنا كناشدوا بصوتنا الولايه. حنا دايرين حنا الولايه. الوالي دخل هاد الشيء. الوالي انا راه عندي جوج فوقي ومريضه فاتحه ودوك راني ناشد بصوت جيراني. انا ناشد بصوت سيدنا. انا بغيت الوالي ديال الجهه الشرقيه يتدخل ويعطي الامر للسلطات اللي تحت منه يقلعوا هذا الريزو. كل مره يجيو البوليس ويقولوا لنا غادي نعطيكم الحق ما يعطيونا لا حق لا والو وكيخرجوا الخدامه بحال اللي ما كاين والو. يخرجوا الخدامه ما يقلعوش الحدايد. كيجيو البوليس وكيوقفوهم ولكن ما كيهدموا لهمش داك الشيء اللي بناو.
خاص يجي القايد. كيبنيو داك الشيء بغير قانوني. القايد هو اللي يقلعو وما كيقلعوش القايد. حنا مشينا لعندو قدام المقاطعة ديالنا ديال السابعة تاع البوليس، حتى اللي في المقاطعة اللي في الدائرة راه شافو غمزلو. السابعة المقاطعة السابعة الوالد ديال العميد ديالنا شافو من غمز للدونتيس لهذا مول اللي داير هاد الشيء. قالوا واه غادي نسبو حل ويخرج القضاء. حنا رحنا نستناو القضاء اليوم على السبعة ديال الصباح. راهم يركبوا في الزاج، الزاجات ركبوهم بغاو يركبوا. حتى شافنا ندقوا عليه هود ما قال هود عاد ريدو كيدي كيكنكو والقايد كيس. حنا كنصونيو البوليس والبوليس كيدخلوا عنده ومي كيدخلوا يقولنا خليو الخدام يخرجوا يمشيو عند القايد. حنا الخدامه يبقاو يخرجوا حدا يدهم يخرجوا الحدا يد ديالهم. كيما ركبوه يقلعوه. حنا راحنا هنا واقفين بغينا الباشا والوالي يدخل واه.